عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأما بالنسبة لهذه المسألة فمن لم يكفر المشرك، نحن لا نسميه عاذر، نسميه الذي لا يكفر المشرك بحجة أنه معذور بجهله، الذي لا يكفر المشرك فقد وقع في الكفر. ومن شك أو توقف في ذلك فقد أفتى الشيخ الفوزان أن كلاهما سواء، الذي يتوقف أو يتردد أو يشك أو كلهم هؤلاء حكمهم واحد، وهو أنهم وقعوا في الكفر، وبعض العلم يقول أنهم كفار، والله أعلم.